قضية بقى العينين لله، اشكرك في مسألة إثبات العينين. نعم. عن السؤال يعني يقال لله عز وجل عيناه، يعني هل يقال هذا؟ يقال طبعا. يقال له عيناه. قالوا. أما هو أظن الخلاف النقاش أن يقال أكثر من ذلك. يعني والله ما أظن. لا كل حال هذا يعني ما هو اللي أقصده. وأظن الخلاف هو هذا، هل يقال له عينان أم لا؟ طيب. ما في خلاف أن له عيونان؟ بين أهل السنة ولا مع غيره؟ طبعا بين أهل السنة. أما الآن ما أذكر حقيقة. على حال يقال يعني لا أزل عيناه. طبعا. وما أدري يعني أنا واهم أم لا، كأني أذكر أن بعض الأخوان سألوك وكأنك متوقف في هذا، يعني كنت يعني تستوى عينها. ممكن الإنسان تذكر من متجمع. طب إيش دليل إثبات العينين؟ ممكن الآن أن يستدل بذلك بحديث الدجال. أرفقكم يا سماوة. طيب لو قائل هنا الاستدلال من باب مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة يعني حجة بالعقيدة في إثبات يعني صفة لله، شو وجه المفهوم المخالفة هنا؟ يعني هنا الاستدلال ان الله عز وجل عينه، يعني ان ربكم ليس بأعور ولا أعور له عين واحدة، يعني من هو يعني بالمخالفة يفهم ان الله ليس بأعور الا وعينه. مش كذلك يعني هنا؟ هو ايش؟ ايش الفرق بين الاخذين الاحكام وبين الاستدلال؟ الفرق هنا يعني يرد التساؤل فيه على قائد التفريق بين احاديث الاحكام والتواتر في العقائد. صحيح. واذا كان هذا غير وارد بالنسبه لاتجاهنا ومنهجنا كذلك هناك. اما هذه سترة وضعت ابو عبد الله كويسي. لكن يعني بتضل هيك يعني من احتياط لمشان طلعت العشاء. طيب مستجوع مرة بقول لي يا اخي انا محتاج صعب في كل لغة جزء عدا لو وجدها يعني انت ما في ما وصفك يا رب العالمين. الجهل والعادي هي اللي تصعب السهل. استفدت من مصر لما قال لوليد الذي تصلي لعمود اسائي قال له ايه؟ لا تقدر اكون عبد الرحمن غير ملاقي العمود. شيخ من الشيوخ الصوفيين وانا مصطفى ما امس عرفت مستكفي منهم محمد ابو خالد مصطفى 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 محمد ابو مصطفى 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 منهم ما خطأ عرف يعني فأقول الصور مين هذا؟ يعني إحنا ما في الشيوخ الصور موجودة وهي زوجة الفرد الجنود لا تفتح هذا تيد الكل أنا واحد ما في مجيب باري يعني شو معنى تيد الكل؟ أفكر أنه تيد ولا هذا إيش فكر أبوها؟ صراحة أيام من الأيام بشتري حمص من عند واحد
كنت في يوم سبق أنا وعلى عبد الفتاح فبدا صوتي سمعت هذا التكسر وجدت أبل مرة في مكان ثاني فبدا مني صوت نار وسيد الكل اللغة هذه الممكن عمل معي على عبد الفتاح في مدرسة سيدك لا حالك أنا مش سيدي هذا وعاد عقبي علي وبطل يسلم عند عمر يسلم عند عمر وبيستعبدوهم نعم استاذ